وآخر كلمة ضمن الكلمات الرسمية لهذه الأمسية، أدعو من خلالها السيد عبد العزيز الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط، ندعوه أيضا لإلقاء كلمة بالمناسبة تحت تصفيقاتكم. أسماء غلالو، سيدات السادة زملائي الأعزاء، سيدات والسادة الحضور، كل باسمه وبصفته. بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل باسمي الخاص وباسم السادة أعضاء مجلس عمالة الرباط، بالشكر الجزيل للسيد رئيس مقاطعة أبدار الرياض على الدعوة الكريمة الموجهة لنا من أجل المشاركة في فعاليات هذا المهرجان. أيها الحضور الكريم، يشكل مهرجان ربيع أبدال كل سنة محطة مضيئة للساكنة الرباطية من مختلف أعمال الاستمتاع بالفقرات المتنوعة التي يشملها والتي تتضمن تظاهرات ثقافية واجتماعية ورياضية ومسابقات وحفلات فنية وعروض مسرحية تضفي البهجة والفرح على الساكنة. وهذا كله يخلق تنشيطا ودينامية داخل مدينة الرباط في هذه الفترة التي تعرف فيه المدينة حركة سياحية كبيرة وتواجد مغاربة العالم لقضاء عطلتهم بين أحضانها. وبذلك فقد استطاع المهرجان أن يرسخ حضوره القوي ونجح في مواصلة إشعاعه كمحطة لعرض أعمال متميزة ترسخ مدينة الرباط كمدينة للأنوار، عاصمة المغرب الثقافية والتي تعرف نهضة تنموية بفضل العناية الملكية السامية، والتي أبحث بفضله مدينة تضاهي أكبر العواصم العالمية. فشكرا للسيد رئيس الإعلام مزيدي على تنشيطكم لمدينة الرباط واختيار الشعار انفتاح وتعايش مع تراثنا اللامادي. وفي ختام كلمتي أود أن أجدد تنويهي لهذا المهرجان وأتوجه بالشكر الجزيل للسيد والي جهة الرباط القنيطرة لتمكين السيد رئيس مقاطعة أبدان من تقاسم على هذه اللحظات، ومن خلاله كذلك للسادة كافة أعضاء المجلس وكل المنظمين على المجهودات التي يبذلونها لتنظيم هذا المهرجان، متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة مصالح الساكنة تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله.